معك خليل من فرقة ثلاثي الأعمار نار. رانا تلقينا هذه الدعوة من عند جمعية الوصل عند مهرجان الضحك تاع وجدة. رانا لبينا الدعوة، رانا جينا إن شاء الله، نتمنى إن شاء الله المهرجان يكون في أفضل هذيك هي أفضل ظروف إن شاء الله. نتمنى الشعبية تكون كلها معايا، ونشكروا غاشي المغرب وغاشي وجدة وبدرة تيكونا ومعية الوصل وصفق كبير. السلام عليكم. اليوم رانا شاركنا في فيستيفال الطبعة الخامسة تاع ليالي الضحك. نشكر جمعية الوصل، جمعية الوصل بدر الدين، وحنا جينا من الجزائر، حنايا جولاتي معايا صاحبي يوسف ميرنا كوميديا وصاحبي كاشا، ورانا معكم لو ان ولو دو ولو تروا ان شاء الله. تفضل كاشا. السلام عليكم، معكم عكاشة ميدوس من الغزوات ولاية تيرمسان الجزائر. جيت العام اللي فات وهذا العام وعجبتني بزاف بزاف، ونشكر جمعية الوصال بدر ديسكيك اخويا سمير بصغا، ونتمنى ان شاء الله يزيدوا باش حنا ثاني عاود نزيدوا معاهم في الفرصة ديالهم. ونشكر بزاف بزاف ناس وجدة والجمهور ديال وجدة وبدر الدين خويا. بون كوراج بون كوراج بون كوراج جمعية الوصال، وكي تبغي تعيط لنا حنا ماشي بروبليم، رانا نجيو. 1 2 3 فيفا لارجيري، ورانا خاوة خاوة. باي باي. السلام عليكم، معكم يوسف محيرقة كوميديان من الجزائر، بالضبط من غزاوات، يعني راني بحدا الحدا دابا مانيش بعيد عليكم بزاف. جينا شاركنا في مهرجان ليالي الضحك الطبعة الخامسة ديالو. كانت بعثت لنا جمعية الوصال الدعوة وحنا لبينا الدعوة. نشكر بزاف ناس وجدة، نشكر بزاف الجمهور ديال وجدة، جمهور زوين بزاف، جمهور مثقف الله يعمرها دار. واش نقول 1 2 3 فيفا لارجيري، ورانا خوا خوا ناس وجدة. كان حماق عليكم شوتام بلا فرانات. والسلام عليكم، معكم الاخ فارس سيدي محمد رئيس وفد الجزائري ورئيس جمعية أعمال الأخوين ممثل الجزائر من ولاية تلمسان. جينا شاركنا في هذه الطبعة الرابعة لمهرجان ليالي الضحك لمدينة وجدة بهذه المناسبة، احتضان ليالي الضحك، احتضان ولاية وجدة للعاصمة الثقافة العربية. أتينا بأربع فكاهيين، فكاهيين من مدينة الغزوات تلمسان، وهو الفكاهي عكاشة الميدوز ومحرقة شو، وايضا اتينا بالجديد بفرقه ثلاثي اعمارنا من ولايه سيدي بن عباس، وهناك ضيف الشرف فرقه الريان للفولكلور الجزائري. نشكر جمعيه الوصل على الدعوه، ونشكر حسن الاستقبال للمغاربه لنا، وحنا خاوه خاوه ان شاء الله. السلام عليكم، معكم ايادي منصور رئيس فرقه فولكلوريه بلوب ريان من الجزائر، تابع جمعية أبناء الأخوين مدينة الغزوات. جينا هذا العام نشاركوا مع خوتنا هنا في وجدة بفرقة فولكلورية الطبعة الرابعة للمهرجان ليالي الضحك بوجدة. جينا جبنا فرقة فكاهية وفرقة فولكلورية، وجينا نبارطاجيو هذه الفرحة مع خوتنا هنا وجدة. وسي لا دوزيام فوا، العام اللي فات ما جبناش الجروب تاع فولكلور، هذا العام جبنا الجروب تاع فولكلور. ان شاء الله نكون خفاف عليكم، ماذا بينا فرحنا بزاف ولبينا الدعوة لجمعية الوصل، وان شاء الله نكون خفاف عليكم. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس اسفل الفيديو ليصلكم الجديد.